بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا لدي هنا بحث ممتع قام به أحد الهواة. اكتشف مصاصات دماء تعيش على ظهر البعوضة. سبحان الله، البعوضة متخصصة بمص دماء البشر والكائنات. هناك من هو أقوى منها وأصغر منها، تعيش على ظهر البعوضة بالرغم عنها على فكرة، وتعيش فوقها وتمص منها الدم. سبحان الله. انظروا أيها الأحبة، أنا أحب فقط أن نتأمل هذه الصور فقط، سأكبر قليلا. الحقيقة من المشاهد الرائعة أن نرى يعني بعوضة وفوقها مصاصات دماء باللون الأحمر. طبعا هنا أحبتي في الله، هذا جناح البعوضة، وهذه هي البعوضة، هذا رأسها، وهذه قرون الاستشعار، هذه طبعا الأصابع. هنا بعد التكبير عشرات المرات تظهر الإصبع كبيرة جدا. انظروا إصبعي كم صغير، وهذه الإصبع كم كبيرة، كبرت عشرات المرات لكي نراها بهذا الشكل. هي لا ترى بالعين حقيقة. الحشرات الحمراء هذه التي تتجمع على ظهر البعوضة، تتجمع وتبدأ بمص دم البعوضة وتؤلمها حقيقة، ولكن لا تستطيع أن تفعل أي شيء. سبحان الله. هذا المشهد أيها الأحبة لفت انتباه العلماء، وقالوا يعني كيف يحدث ذلك، وكيف تعيش هذه الكائنات. سبحان الله. هذه الصورة الثانية، انظروا أحبتي في الله، هنا تعيش على تقريبا فوق جسدها، الرأس، الجوانب، البطن، في كل مكان تستطيع أن تشفط منه الدم تجد أن هذه الكائنات الصغيرة تعيش هنا وتمتص دم البعوضة. سبحان الله. إذا نحن نرى هنا فوق البعوضة، يوجد فوق البعوضة هذه الكائنات. دعوني أكبر أيضا لكي تكون الصورة أوضح. هذه هي البعوضة أحبتي في الله. انظروا، هذه الحشرات الحمراء تعيش هنا فوقها، وهنا أيضا حشرات صغيرة جدا تمص دم البعوضة. هذه البعوضة التي أنت لا تراها، يعني هي مليمترات قليلة، لا 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 تستطيع رؤيتها أو تميزها بالعين. فهذه الحشرات الصغيرة تدعى مايتس باللغة الإنجليزية، مصاصات دماء حقيقة خطيرة جدا. يعني هذه المصاصات الدماء أحبتي في الله، أنا أود فقط أن يعني أتساءل، هل يمكن لبشر أن يتنبأ بمخلوقات تعيش فوق البعوضة؟ لا يمكن، يعني لا يخطر على بال أحد هذا الأمر. هذه في القرن 21 القرآن العظيم أنبأ وأشار إشارة لطيفة حقيقة. يعني طبعا بعض الملحدين ينكر، لا يهمنا نحن، المهم أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الظاهرة، وهذا أحد أوجه تفسير الآية. الآية لها أوجه كثيرة، نحن نعلم أن كل كلمة في القرآن لها عشرات التفاسير، وهذا من عظمة القرآن العظيم. أحد تفاسير هذه الآية، بعوضة فما فوقها، أي فما فوقها من الكائنات التي هي أصغر منها. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. المؤمن أيها الأحبة، أي شيء يصادفه هو مسلم، قلبه بيد الله، مسلم أمره وشأنه وحياته وأمره كله يسلمه لله عز وجل. فلذلك يعني نحن نقول دائما إن الإنسان عندما يرى هذه الآية ينبغي أن يزداد إيمانا. يعني ما الفائدة من إنكارها؟ ما الفائدة أن ننكر ونقول إن القرآن عندما قال بعوضة فما فوقها لا يقصد شيء آخر؟ ما الصورة واضحة أمامنا، بعوضة فما فوقها. وهذا الأمر كما قال تعالى الملحدون والمشككون ينكرونه،
المؤمن يزداد إيمانا. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.